بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا دعوة ديال مركز برنامج كان دعوة الحق، وعبد الله ما لكم من إله غيره. الحمد لله رب العالمين. وحن سوهري بشي بركة سنيدي رمضان وكم إذا بله إلهي سبحانه وتعالى قار كوسو صعي وتلمامي جماعة صادعون بالحقنا بشي اسمركي لسو قار وحي ألف رب ذنبا اسبدل جري وبرامش لوغو طلق لبشي سيجري. الحمد لله رب العالمين. وحن سوودني برامش دعوية إيه هو ألف رب إلهي نوافجي مدى سد حسنة قدنا بشي رمضان اينو سو دوودahay او الهي مهدي سنهك رمضان كو بعد ان كسو قادناي تاريخ دي حركتان جماعتان سو مرتي كي لبادنا ان كسو قادناي مخو هاي هكذا اهتديتو برنامجك هسه هل هنون كسو هليلي كي ugu dambeeyay ان كسو قادناي هكذا تربيتو رمضان كان ان شاء الله برنامج كلو حيسه بدن الهي اذن كيس جماعات وافجي سو بنكتان رجينينا مركي برنامجك هسه يمادنا ولكن جماعة هكذا بقال جري سي أن أوبرنا إن بوسكا بشهر رمضان يكفى إذا سيجي هذا خيراتك إلى هذا هاي صادرت كهرو مركا أنت أنا معناها أنا جوجنين هولها أنا سوق بقبينو حاجة على سني إن أنا عاو ولا له صاد حد يقو الأستاذ الشيخ محمد علي ميري دكتور عثمان عبد الله الرابلة دكتور عبد الله الشيخ دون دكتور عبد الرحمن طاهر ويس بل إن أنا سكور سنو برنامجكني دعوها هولي أن صوّدني وها إلهي نفهم سيئيو أهدافتي البرنامج كان أصوّدني إن أسكو رئيسان إن شاء الله دكتور عثمان بل هينو بلاو. بسم الله الرحمن الرحيم. رنت إنتانا أقلن رنت موضوع عاس أرتا روحان جعليستي إن كلمة ديار بل أنكهر مرنو سيدا سدعيغا اما حق ولو عاد امده سي واضح لو عادايو باهيده كانتي يو ضروري ارنتاس اني ارن لغا مارمان اي نوقتي وحان اوغناهي امده اسلامكا او حدي حدا افر اي تون قرني كبدن جيرتي ان مصيبتي او وينيت اي كوتميداي ماركي اي خلافتي او دنبيسو خلافه العثمانيه اي دعداي تاسنا اي كدلتي اعدائي اني مكان غانت كدغان امدي مسلم كهيت دولكودي ودن لا قيبسدو او استعمارك وخي لا دهي جيري او قبسدو شريعتي اسلامكو اسكو حكم جيرين انت لا بدلو شرعيه اي غالدي كانستي مركي ايغو اي كاتاغين كوي اي او بربارسدين اي ميشي كسي ودين اي امدي كو هبستاي ماشان فساد وين او كيمدي امدن دين تيدي أساسيات كذي وحيالة فربضاً ولو يقيني أمدي مسلم كأي ماشي كبحضي هذا أنفساد كاسو كالمركو دعاي هذا وحا حلكي أمدي أسبت بادين تيدا وصار من علوم هذا هاي هذا ما نبي الدنبو إيمانا يوي سنجري نبي قاينك بعد سلوات الله والسلام عليه العلماء ورثة الأنبياء دادكي وحي أنبياء دا قبجرين إن قبتان لقى رب علوم هذا هذي وعلوم هذا فعلاً دادكا وإفتيمين أي أمدة قعنتنا قبنا أي هذا أنت أي كسي سعودان كعلي كرا ونهر سيدي كرا عزيقي دي شرف تيدي مرلباد إني أصول نقطة وحالغا فيلي كرا وعلومة الإسلام كأو رنتي حقائق الإسلام كسفي عن أتغانو هذا هو مركا هذا علومة دي تا لغسوغا يي هذا مركا محنكورا دا أي دور كودي كقابيان أو أي إسكا آموسان هذا waa imtixaanka ugu weyn umada markoo qabsanay waa marka sababtoo ah sideeda qofka aan u qiiroonin ilaahay diintiisa oo diinta ilaahay u jeeda in naga sii tirtiraayo noloshi sharciga islaamka meesha laga riixaya kitaabka ilaahay la soo xukumo jiro bedelkiisa qawaaniin kale iyo wax kale la keensaday sunnadii rasuulka laga tagay salaatullaahi wasalaamu calayhi qofka xuduudii ilaahay oo la tilaabay macaasidi oo la xalaashaday waxa soo dhan asaga u jeeda qofka haddana iska aamuso waa khatar hore waatii loo yiri asaakitu can xaqi shaytaanun akhras qofka xaqi inuu cadeeyo laga rabay ka aamuso haddii waa shaytaan aamusan
ayuu noqonayaa. Marka saa darteeda xilkii oo dhan culummadii uu ku soo wareegay. Waxaana ognahay ummadda Islaamka sida maanta gaalada ay gacanta ugu dhigeen, dhibaatooyin badan waa soo maray taariikhda Islaamka, laakiin cadaawada Islaamka loo qabo lisu kaashaday shayaatiin al-insi waljinni adduunka dhan iskugu tagay, wixii xaqa Islaamka dhabta ah sheega in afka la qabto, in la tirtiro, in la cirib gooyo, in lagu aamusiyo, lagu caburiyo, intuusan xaqi mar labaad soo faafin, sida dagaalkaas xaq weligeed waa ka dhexay jiray loolan xaqa iyo baadilka. Laakiin loolanka hadda qarnigan dambe socday mid asagoo kale la arkay ma aha, oo xad laiskugu habar wacdo meeshii iftiin yar uu kasoo yeero oo xaqa maaragtay kasoo dilaaco. Halkaa haddii marka ay arrintii marayso waxaa dhacday caburiskaas xoogga lahoo dadkii Islaamka sheega, la xiraya, la dilaya, la aamusinaya, lala dagaalamaya, in 100 magac oo dadka looga cararsiiyo, duka cabaara looga dhigo, dad badan inay iska aamuseen oo ha aamusaane, waxaa ka khatarsan inay raadsadaan cudurdaaro, ay yidhaahdaan naftayna maan haligeynaa, tabar ma u hayno, waa nagala xoog badan yahay maanta, gaalo iyadaa wax kasta gacanta ku haysata, maxaanba tabar leenahay, daciif baan nahay. Saa darteeda waxa weye, laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaha, tabarba uma hayne aan iska aamusno. Arrinta ugu khatarsan oo culummada xaggeeda ka timaada waa markay dadkii u sharciyeeyaan dulmigii iyo wixii socday ayagoo cudurdaara saaranaya, ma ka hortegi karna, tabarna ma hayno, allana naguma kallifin. Sideeda waxa isweydiin leh diinta Islaamka oo la baabi'inaya, oo maaragtay maxaan ku dhahay xaqii dhabta ahay laiskugu yimiday, qofka inay kala qaalisanaato arrinta naftiisa iyo masaalixdiisa iyo dhibka asaga soo gaaraya oo shaqsi ahaan danihiisa soo gaaraya, in ay la weynaato oo Ilaahay diintiisii oo la dayacaya oo lala dagaalamaya oo indhaha ka fiirsado, arrin khatar wey. Maxaa yeelay qofka muslimka waxaaba lagu yaqiinay naftiisa iyo maalkiisa iyo wuxuu awood leh oo dhan, alla Ilaahay diintiisa inuu u huro, soo celinteeda u huro, halgankeeda u huro, dhib kasta waxa ku soo gaare. Naftan aada maaragtay adigu xoogaa naf jeclaysanay, alla goor horu kaa iibsaday, in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna. Marka saa darteeda wax dambe oo aad reebataba ma yaal, Ilaahay diintiisi oo laiskugu yimiday inaad ka naf jeclaysato. بسم الله الرحمن الرحيم وحان كسي دريا وحوي جماعة الصادعون بالحق ما هي تاي ما هي ويستاكتاي ما هي ويتاكنت وحان كترنا قرن الصدع قلق كستا وحوضة أي أعلان ستاي sharayto qarnigii hore nimanka siyaasiyiinta iyo mufakiriinta cilmaaniyiinta ayaa madaahibtooda la sadcinayo eelaansanayo kufriga. Hadda waxaan maraynaa fi'aadkii caadiga ah, kooxihii caadiga ah, waan mufakiriin waaweyn ahayn, dawaaqiid waaweyn ahayn, inay la sadcaan ilxaad, la dhawaaqaan oo cadaystaan ilxaad dadkii ugu yeeraya inay Alla subxaanahu watacaala ku kufriyaan. Jamaacati saadicuuna bilxaqi waxay ugu yeeraysaa dadka Alla keligii inay caabudaan, cabid u noqdaan, ay ku caabudaan sharcigiisa inay raacaan oo qaataan, sharaa'ida kaleytana ay ku kufriyaan, cibaadada la caabudayo, dawaaqid iyo wax kalena ay ku kufriyaan. Saas ayaan dadka ugu yeerayna. Markas waa dacwadii Alla subxaanahu watacaala rususha uu la soo diri jiray. Markastoo dadku diinta Ilaahay ay ka fogaadaan, dawaaqid ay caabudaan, gayr allaahi ay caabudaan, rususha uu soo diri jiray ayaan maaragtay waxaa weeye ugu yeeraynaa dadkii. Oo waxaan leenahay siday u dhihi jireen rusushii, ani ibudullaaha wajtanibu taquuta,
alacaabuda keligiis daaquudna ka fogaada cibaadadiisa ka fogaada ictiqaadaad ku caabudaan ka fogaada sharcigii sharaacida uu degsanayo inaad raacdaan ood u khuduucdaan ood ku adeecdaan aad ku caabudaan taana ka fogaada. Saas markaan dadka ugu yeeraynana waan ognahay inaysan dadku aysan soo dhaweynaynin dad badan inay nagu kahanayaan, taasna waa waxaan ogsoonnahay, waan waxa weeye ka dharagsannahay. Dadku si ay u noqdaan axraaray u noqdaan oo igu xoroobaan cibaadati daaquud oo igu xoroobaan cibaadati shaydaan oo igu badbaadaan, yacni waxa weeye haadaanta iyo haawiyada ay ku sii hoobanayaan, jahannamo ay ku sii hoobanayaan si ay uga badbaadaan, ayaan ma u xoroobaan ayaan u istaagnay hadafkaas weyn oo rususha Ilaahay ay u istaagi jireen ayaan maaragtay u taaganahay. Markaas aan qadiyadaas u taaganahana ajarka ma rabno inaynu naga ta'yiid ayna sameeyaan oo ka xisbi ahaana ay noo ayidaan uguma yeerayno. Waxaan ugu yeeraynaa ajarka ma rabno, waxaan ugu yeeraynaa ayagaan la jecelnahay khayr, ayagaan la jecelnahay inay badbaadaan oo haawiye ay ka badbaadaan. Saasaan maaragtay ugu yeeraynaa. Waxaan la rabnaa dadkii inay maaragtay waxa weye xaqaas ay qaataan, ay ka baxaan qaaroodka ay ku jiraan oo qaaroodka jaahiliyada ah, inay ka baxaan xooshka kufriga, inay ka baxaan oo ay xoroobaan oo ay u baxaan nuur, ay u baxaan islaamka, yacni waxa weeye sicadii adduunka iyo aakharada ay u baxaan, waxaana ay ka xoroobaan ayaan la jecelnahay. Jacaylkaas aan la jecelnahana nagama reebayo runta inaan u sheegno, wixii ku sugan yihiin inaan u sheegno, inaan idhaahno lastum calaa shay, waxaad ku sugan tihiin waxa diinta Ilaahay lagu yaqaan ma aha, waxay ictiraafsantaha ma aha, shirkiyaad badan baa jira, yacni wax kufriyaadaa jira, dadkiina ay cadaysanayaan. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku dari lahaa warkaas walaalaha soo sheegeen, waxaana loo suureeyey xaaladda maantay caalamku marayo, waxaana loo suureeyey maxay ka dhigan tahay soo bixitaanka iyo iclaanka ay walaalaha saadicuun bilxaqi ay u istaageen maxay ka dhigan tahay. Labadaas arrimood si fiican baa nalagu suureeyey. Maantay maadaama risaaladii Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam oo maamulaysay koonkan ama caalamkan intiisa badan maamulaysay, fatra dheer soo maamulaysay, hal qarni iyo waqti, macnaha fatra laga joogo in caalamka ay ka go'day oo caalamka ay la wareegeen, idan marka waxaa la dhihi karaa bashariyadii kulligeed waxay u laabatay meeshii Nabi Maxamed ka soo qaaday shalay calayhi salaatu wasalaam. Meeshii Nabi Maxamed ka soo qaaday bila istithnaa ayay u laabatay. Waana suurayn doonaa qolo walbaba meesha ay ka joogto kulligood iyadoon la kala saarin. Markaan soo qaadano yacni dadka qaarkooda ama mujtamacaadka qaarkiisa waxayba iclaansadeenba inaynan Ilaahayba aqoonin, ilxaad ayay iclaansadeen. Sida hadda walaalkeen uu sheegayay, ilxaaday iclaansadeen, Ilaahaybay inkireen, bal wujuudkiisiyay inkireen Allah subxaanahu watacaala. Marka waxay noqdeen cawaan iska socota oo duur ka socoto in badan oo bashariyada maanta caalamka ku nool ka mid a waddadaasay qaada Ilaahay diintiisii, xaggii ictiqaadkii iyo xaggii muxuu ahaa dhaqankii iyo noloshii kulligeed shaqo kuma laha, haba yaraatee shaqo kuma laha, bannaanka iska maris. Maxaa yeelay allihii diintaan soo dejiyaba maba ictiraafsanaba. Taas marka xagga iidhig. Qayb kale oo labaad, iyaguna ictiqaadka Allaah subxaanahu watacaala mid mushawaha oo aan sax ahayn ayay maaragtay ictiqaadeen, wa min thama camalkoodii iyo wixii ictiqaadka ka dul dhismi lahaana isaguna wuxuu noqday mid muxuu ahaa baadila ayuu noqday. Sida dadka wataniyiinta ah oo hunuudoo kaleeta iyo dadku aada u garanayaan iyo muxuu ahaa dad badan oo caalamka jooga oo lamid ah, sida matala nasaarada, sida yuhuudda, kulligood ictiqaadkoodiina
أي الله اعتقاد قلت ترى هذا ثالث وثلاثة قلت ترى هذا ما ركتي محوها مدبا وهلية قال هو البابا وحبي كوش يكتي نلاش كودي أرن عبادات كودي يا حكم كودي يا تلاد دينا وحاسك دول لسه كواسنا بنانك أي دين إلهي كم مرين دين إلهي بري ويا كب بري تاي قال داس أي ده أي جون بري كنقطة فعلا وحاسوها هري عالم ككله أو ما أنت لقوم عابي كري شلي عالم الإسلامي أو إسلامك كتري كري أو كتبك إلهي أو كتري كري أو إلهي كأمر قادة كرتي حاجة ما أنت اللي تشوفها حاجة أرنتاس أيدا اللي تشوفها عالم كاس مركي أنا أصلاً خلناه هذا سيدا عالم ككله إلهي وجود كيسة إنه محوا كون كان أبوري إنه رازق يهاي إنه واحد دلو قال إنكر سلم له ولا رميسية أنت أزوال تلو أقولي سيده كليته شعائر التعبدية يعني سيدي إذا بدن ذات كاس وي قتال إنك سو قرك هذا يجرتو قرب بدن وأيه كم إذا أو شعائرتي نفته ده إلهي ما هن آلهة كلا بحكسي أو محوها مارتي كوا جني يولي يقبل ويلية محوها ضد إليهين ومحوها صالحين وهي ضد مارتي أولية وهي أي كنت المامين حتى صالحين أولياء حدك هي درجتي أي لهايين إلى بشرك مخلوقاتك وحكم ذي أهايين أي نافين جانب كاسنا وحوي يماركتي ضدك أنتو ذبذل شعائر التعبدية ذا لويا لصلاة دي يصومك يحجك ولا قدنية ولا لا إيمانية لكن ماله أساسي الدين تؤيد أو أي كمته معانيه توحيدك معانيه لا إله إلا الله أي قدنيسي أو كون كان أو لن الله ما هن وحك أو لن إنصف لمريه معانوه أو أها أو كل قد الدوم أي نقدان الله كريه أو نقدان متك كريه تلين هاي متك كريه للراع هاي معانيه ساسا توحيدك هاي حق الله إسكرني أو ليجري من نطق بشهادتين فهو مسلم لا إله إلا الله كريه أو يرى هذا أي إسلام نبابة أقفلا معناها وحوية نحر كي والسيبي حق هذا إسكالك تاسوا واحد ثاني شيء دينتي إلهي سبحانه وتعالى توحيدك وحاك الدول نسمى ينرشي حياة هذا أو لن أو إلهي شرعي سأي دينتي سأله قامين جيري ما أنت وحال جيري محوها مارتي ميركة طواقيت هالنقطو أهوادي هالنقطو شيطان هالنقطة محوها مارت إن الرعش أي نقطة ومن ثم إله طاعته سبحانه وتعالى سداس به وقبحين وحال ماشى كقادرين إن عالم كيمانتي لديه كري عالم الإسلامي كواسك الوركود بإسكرافة إن أي نجرين إلهي كتاب كيسي أو أي كحروبين أو أي عالم كوه جاميين ما أنت إن أنا أراك أوصح هذا معناه كم قطين أو أي ما أنت أباه أنت من جديد إن لسوء عليه وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو ما أنت أو لا إمادي إيوه قدك أو كسو قاضي ظلماتك يمجديالك أو كسو قاضي أو نورك إلهي أو كسو قاضي ما أنت بشرية دي من جديد إن أباه أنت هذه ما سنتظر بسم الله الرحمن الرحيم وحارنتي يعني walaalaha ay arimaha ay ka soo hadleen dhanka kala markaan fiirino xarakaadkii caalamka islaamka ka jiray runtii aragtidii islaamka oo sax ahayd dabool baa ka fuulay mugdi baa ka galay sidaa darteed wadadii iyo tubtii sax ahayd oo la rabay inay islaamka u sheegaana waa ka dhumeen in badan oo iyaga ka mid ahna waxayba u arkeen islaamkii fikraddan la yiraahdo al-fikr al-irjaai oo maxay xambaarsan tahay waxay xambaarsan tahay islaamkii oo nuxurkii laga saaray oo lagu soo uruurshay kelimad afka laga yiraahdo intaasay islaamkii fikraddaas irjaaiga ayay ku soo koobeen xarakaadkii islaamka badankoodii arrinta intaa kuma ekaanine markay bulshooyinkii qiimeeyeen caalamka islaamka ka jirina waxay u arkeen isagoo jaahili ah inuu yahay bulsho islaami ah markaasay waxay rabaan islaamkii in isagu uu u hoggaansamo bulshooyinkaas jaahiliga ah oo islaamka uu daba socdo meeshii la rabay islaamku inuu noqdo asalka ummaddu ay dabagasho oo asaga raacdo oo asaga u hoggaansato
معنى واقعا بين دين تكود بقى يعني دين تلا يكفوا شيء جيري دين تهرع عليه دين تهرع عليه معنى ومعناها دين تي الرمي تذكر إنه هجاميسه أيه وحكي كذي جان برشوين كي جري إنه أسوي هجاميه وأنا وح خلاف صن إلهي دين تي سي حاجة سنوقة تمد يا رسولك صلى الله عليه وسلم دين تو إنه كان حركاتك إسلامك أنت حكومة كانين حكام تي شرتي يا نظام كي شري يا دولة دي شري أيه وحكي إنه قدان تاجر ريال أيجا فتوى أصول صارة أيجا معرفة وحو إفتيمية سيرة هذا وسحباتين أيجا حكومات كاس عندما ذا نظام كاس جرنا إلهي سبحانه وتعالى وحي ولقوني أها أي مراقصدين أو بوابين أو إلهي شرع عديس أي فوقيين أو أي نبر ككتورين أيجا وحي ليهم ما يساسد كتو سنتين ساسد كتح سنتين أو أصول صارة يان أو برشدي حتى وحي كدرين إربد صوحين عمله إني كل حيان ذاتكي إني أركان ذاتكان إني قلديهين أيجا وحي أنه قدين كوه هر تاجن أو برشدي كل حينية إن إيش صارتو ضد كان بعض الكون أنت كليه كم إكانينه ضد كيد عادها ودين تان إيه حقا شيء جينا كنتي وحوي وحقو أركان وكل جان إن عدويهين إن شغل لقابته إن معرتي يعني سيد هذا ولا اسماء سو شيء وكله معناها مرعي الله بحيو حبسية دلقو جرو لقف فوقيه معرتي أيق إيه مجتمعي إن يسار كان مركا جماعة صادعون أو صدح سنة رمتي برنامجي أسوى ودي ضدك أيوه إفتيمي ليان إلهي سبحانه وتعالى حقي سأه أعبد الله ما لكم من إله غيره طريقة أسوى سادين برنامج ترمتي حيسها بضان أو إسوى قد بيانو حاكم دها سيدا لقاء الجمعة وهذا أن أفردنا مركة برشادي يدو حان أشيرينا ولا لها برنامج كسوى أثنين أه والإلهي حقي سي يتوحيد كي سحاها أيال إذين شاقي هدي واكاس قفر بو مركة هدي أعلنا وأذي دم كوتة هذا ديدان الإبادة ذي أذي أم بكوتة بيسا ذي هذا وما سنتهين وأنا سلاي هاي ولا الله سفي عن بيوع دين حقيقة ذا ما هنقول هذا ما أنت يعني إن دينت إلهي سعة الله شاكو أولا بيامي ما لنت الله قباه بدنا وي محو هاي ويو يعني لولنك إيو دقالك أي قال ذا وضان وي دينت له ولا دقال يعني هير وحوقاري aan aad iyo aad macnaha yani aan la suureysan karin heer waxaa la gaaray dadka macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshii uu kala cadeeyo fa minkum kaafirun wa minkum mu'min ilaahay kala cadeeyey adduunkii kala baxsanaa gaale muslim u kala baxsanaa in macnihiiba la bedelo gaalba afka aanu soo qaban karin dadka o dhan la yidhi macnaha waxaweye diimaha jiro diinto diinto kastana meesha rata ka baxaysaa la yidhi oo markaa dareenka ahaaba qofka maxaa lagu abuuray maxaa kursaalaha kugu taallo maxaa waajiba ku yaalanba dadkii laga siixiyey halkaa marka waxaa muuqato marka bini aadankii in dariiqii jahannimo ee shaydaan loo horseeday waa laga maarmaan marka xaq in la cadeeyo waana tan keentay ilaahay inuu waafajiyey subxaanahu caza wajamaa saadiqun bilxaqi inay yidhaahdaan macnaha mayasaan socon mayse cuuduu ilaa rabbikum si kaloo badbaado lagu heli karo cudurka jiro iyo dhibaatada taalo looga bixi karo caafimaad lagu gaari kara ma jirto إن جدك إلهي جياحي سبحانه وتعالى رشوسي شيء وضا مرين وخاتمهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وها أي مرين إلا إدب لو نقدم وقين برنامج كاستقارنتي برنامج خير بضن وها وانا شيء واجبه إلهي كتابك سبحانه عز وجل إسونا النبي صلى الله عليه وسلم كعضي وها سيوى الله عليه صوت المامين خير بضن الله كسيو برنامج كاست وحاوي ماركيسا يعني أون هدى عن عاوالها محنكور هذا بلا أسلق قيمينه برامج معناه سلها يوها وحنفل يا رنتي كلن كجمعها ويسوون مارك يسا كم ذها أو الله صادعون بالحق يسو يقابطي كم ذها ونكد جن فرصة عندك وش يجينه وحاله كذب علمي يحاله كخلد من مارك يسا كبر رجينه وحايها المامين وغن الدجينه غير دامين كيو خيانة أول عند غرقبياش الدين تلهلا دجالمية شارك دونا بحق شدنا ذهني وقدقيني أي برنامج كان كميدي هاي وحنجينا إن شاء الله تعالى إنا نفافاهن كالقدر دونا أنا موجود دون هدف كي الله دن لها برنامج كان كدن بي انتا سنكوش سوقوا قبيننا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.